مع ذكرى فوز الاهلي على الصفاقسي بهدف بوتيكا الشهير، بيتجدد تشكيك الزملكاويه في البطوله دي تحديدا، وبيقولوا ان الاهلي كسبها عشان في اخطاء تحكيميه ضد الصفاقسي وصالح الاهلي في 2006 تحديدا في مباراه العوده. هنشوف بقى مدى صحه الكلام ده في الحلقه الجديده من برنامج درع الاهلي، ومعاكم احمد قيشو. خرجنا من المباراه بصدمه كبرى للصفاقسي بهدف في دقيقه 90 لابوتريك. هقول لك حاجه، رغم ان في المباراه دي عشان نكون منصف وحقاني، ظلم النادي الصفاقسي الحكم البنيني كوفي كوجا. كوفي كوجا عفوا، بالظبط كده، حكم البنيني كان في كورتين انفراد تام، كان اهداف مساعد الحكم حسبهم تسلل. طبعا معروف ان كابتن خالد الغندور منصف وحقاني طول عمره، هو بس ناس يقول ان زي ما الصفاقسي فعلا اتظلم في مباراه العوده وفي خطأين تحكيميين مؤثرين ضده، برضه الاهلي اتظلم في مباراه الذهاب وفي خطأين تحكيميين مؤثرين ضد الاهلي. الاولى هو خطأ يمكن مش واضح قوي بسبب طبعا تقنيه التصوير وقتها، احنا بنتكلم في 2006، كان في كوره في شكل كبير جدا انها تجاوزت خط المرمى، وطبعا من رأسية عم متعب الكوره دي في الدقيقه 8، وفي شك اذا كانت هي اصلا هدف او لا. مش هنقدر نقول انها 100% هدف، لكن على الاقل احنا بنوثق هنا حاله مشكوك فيها. اما اللقطه الاكيده فهي في الدقيقه 90، وفي ضربه جزاء لصالح لاعب الاهلي وائل رياض شيتوس من عرقله من لاعب الصفاقسي، وكان ده في الدقيقه 90، يعني خطا تحكيمي مؤثر جدا. لو تم احتساب ضربه الجزاء وسجل الاهلي الهدف الثاني، هيكون المباراه حتى لو تعادل الصفاقسي في مباراه العوده، هتكون النتيجه بفوز الاهلي بالمباراه وببطوله افريقيا 2006. اذا فوز الاهلي بالبطوله دي هو فوز مستحق تماما. بكده يبقى اثبتنا صحه فوز الاهلي ببطوله افريقيا 2006. تعال بقى نتكلم عن ثلاث بطولات افريقيه، واحنا بنتكلم هنا عن مستوى النهائي مش نص النهائي ولا ربع النهائي، بنتكلم بس عن نهائيات افريقيه خسرها الاهلي بسبب اخطاء تحكيميه ضده في 2017 و2007 و1983. نبدا ببطوله افريقيا 2017، وكان فيه خطأين تحكيمين مؤثرين ضد الاهلي، ومش بتكلم عن مباراه العوده والحكم وحش وبجاري جسامه وكلام من ده، بتكلم عن مباراه الذهاب واللي انتهت بتعادل الفريقين 1-1. كان فيه خطأين تحكيمين ضد الاهلي، الاول الخطأ ضربه جزاء لم تحتسب لصالح وليد ازارو، والثاني هو اصلا هدف الوداد كان بدايته من فاول لصالح وليد ازارو في نص الملعب لم يحتسبه الحكم، وكملت اللعبه وسجل الوداد هدفه، بالتالي المفروض المباراه دي تنتهي نظريا 2-0 للاهلي، وبالتالي حتى هزيمه الاهلي في العوده كانت هتخلي برضه الاهلي يكسب البطوله دي، بطوله 2017. وفي ركله جزاء لا غبار عليها، انا ما اعرفش ازاي بس تفشل بتاعت وليد ازارو، لاعب حصل على الكوره والثاني ده كمان فيها على الاقل انذار، كان توفيق كبير جدا من الحكم اولا في عدم احتساب خطا في نص الملعب، كان هيوقف هذه الهجمه وما كانش هيتسجل منها الهدف الاول. نروح بقى للبطوله الاشهر وهي بطوله 2007، واللي كان فيها ظلم تحكيمي رايح جاي ضد الاهلي. في وقت الذهاب كان في ضربه جزاء لم تحتسب لبركات، وكمان انذار غير مستحق لبركات، المفروض الحكم حسب وبدع تمثيل بركات، وكمان الاتحاد الافريقي ما رضاش يرفع الانذار ده وايقاف بركات غير مستحق عن مباراه العوده. وحتى طبعا مباراه العوده كان في اخطاء تحكيميه كتير جدا، اهمهم ضربتين جزاء لم يحتسبوا للاهلي، واحده لصالح ابو تريكه والثانيه لصالح احمد شدي القلاوي، كانوا خلوا النتيجه سواء مباراه الذهاب او العوده فوز الاهلي، وبالتالي فوز الاهلي ببطوله افريقيا 2007، واتحرم منها بسبب اخطاء تحكيميه من الحكم جمال العرجون. اما في نهائي دوري ابطال افريقيا 1983 بين الاهلي وكوتوكو، واللي انتهى فعليا بفوز كوتوكو 1-0، فكان في ضربه جزاء لم تحتسب لصالح كابتن محمود الخطيب في المباراه دي، لو تم احتسابها وتسجيلها كانت النتيجه هتنتهي 1-1، وبالتالي نتيجه الذهاب كانت 0-0 في القاهره، بالتالي 1-1 في العوده تعني فوز الاهلي ببطوله افريقيا 1983، وبالتالي بالاخطاء التحكيميه العظماء في الحلقه دي يبقى الاهلي استحق يفوز بثلاث بطولات غير الثمانيه الفعليين، يعني يكون معانا دلوقتي 11 بطوله قاريه، وزي ما بنقول ال 12 يا اهلي. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، كان معاكم احمد قيشو وبرنامج درع.